لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته درس الفقه. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن أقسام الماء المتغير والماء المستعمل ونحوها، وطريقة التطهير من النجاسات، تطهير الماء، إزالة النجاسة من عن الماء. والمصنف دخل في الكلام عن التيمم، دخل في الكلام عن التيمم. ولكن قبل أن أبدأ في كلامي عن التيمم، دخل عن التيمم مباشرة في هذا المتن، أحب أن أضيف يعني بعض المسائل الخاصة بالنجاسة، كمسألة العلم بالنجاسة للإناء أو البدن أو الثوب. يعني إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ انتبهوا يا عباد الله. الجواب إن الأمر لا يخلو من حالين أو ثلاثة: إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، أو يعلم أن النجاسة دي طرأت على الشيء اللي تطهر منه بعدها، بعد الطهارة أو بعد الصلاة، أو يجهل الأمر. طب إيه الحكم بقى في كل واحدة من الثلاثة؟ انتبه، إن علم أنها النجاسة قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم، زي خبر الثقة المتيقن، يعني واحد قال له المايه دي توضأت منها أو اغتسلت منها، انتبه، كانت متنجسة أو فيها نجاسة ليست بطاهرة، وهو قد قصر في التحري، انتبه معي، أعاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، ومن ثم يعيد الصلاة. وده على المذهب الإمام أحمد. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه إلى أن من صلى في ثوب النجس أو كان على بدنه نجاسة ونسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى يفرغ من صلاته، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن في نعليه نجاسة وهو في الصلاة خلعهما وأكمل صلاة، بنى على ما سبق من صلاته، بنى على ما سبق من صلاته ولم يعيدها، انتبه معي. فإذا بنى عليها في أثنائها، فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك، فالحكم كذلك واحد، كمل على جزء من الصلاة كان يلبس فيه النعل وكان فيه نجاسة ولم يبطل هذا الجزء لكونه لم يكن يعلم ذلك، انتبه. يبقى لو كانت الصلاة كلها انتهت ولم يعلم ذلك يبقى نفس الحكم، وهذا بين، وهذا بين. طيب، إن علم ذلك بعد الفراغ من طهارته، يعني النجاسة دي كانت أصابت الشيء بعد الطهارة، الإناء ده النجاسة وقعت بعد ما اتطهر منه، خلاص، ما دي واضح، هو تطهر منه وهو طهور، فليس عنده أي إشكال، خلاص النجاسة طرأت بعدما تطهر من هذا الماء. طيب، إن جهل الحال،
يعني لم يدري هل نجاسة الماء كانت قبل الاستعمال أو بعده. انتبه، طهارته وصلاته صحيحة، صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل، لأن الأصل عدم النجاسة، الأصل الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، أصل فيها الطهارة، يبقى لا ينقل عن هذا إلا ناقل يقيني كما يقول العلماء، إلا ناقل يقيني. طيب دي مسألة، مسألة أخرى متصلة بما ذكرنا لتتم الفائدة، الكلام يعني في النجاسات، انتبه معي. إذا اشتبه ماء طاهر، أو الأول إذا اشتبه نجس بطهور، نجس بطهور، انتبه معي الأمر. بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم ذهب إلى أنه يجب عليه أن يجتنب الجميع ويتيمم. ليه؟ قالوا لأن هنا ما لا يدري ممكن يصيب النجس فينجس فيعدل إلى التيمم. قالوا في الحالة دي تعدل إلى التيمم، يتركهم يعدل إلى التيمم. وذهب بعضهم إلى أنه يتحرى، نتحرى ينظر في الماء ويشم وإلى آخره، يتحرى طبعا على قول القائلين بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا أو كثيرا، المسألة دي يبقى لا وجود لها لأنه مش شايف تغير في الماء خلاص، دلاله أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه قليلا، فده بقى على قول هؤلاء ما فيش مجال لهذا الكلام. طيب وعلى اللي فرق بين القليل والكثير، قال لك والله يتحرى وينظر ويشم يعني يتحرى، فما غلب على ظني انه طهور تطهر منه، انتبه تطهر منه. طيب لو طاهر بقى اشتبه بطهور، قلنا على نقسم الماء قسمين بس، الماء الكلام ده لا اصل له، والراجح في هذا انه يتحرى ايضا على حتى قول القائلين بان الاقسام الميه 3 اقسام، الراجح ان هما يتحرى ثم، لان كده ما عنديش اشكاليه الايه، فده يتحرى ثم يصلي ولا شيء، يتوضأ ويتطهر ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. طيب الشك في النجاسة، شك في نجاسة ماء، نجاسة ثوب، نجاسة بدن، إناء، غير ذلك، الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، فالشك لا يؤثر، لا يؤثر، لا يصرفنا عن الإيه؟ عن الايه اليقين المتيقن، وهو طهارة الاصل الطهارة، سواء طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الماء، فده الاصل. يبقى انا الشك ده لن يصرفني بحال عن الايه طهارة الماء او طهارة الى اخره. يبقى انا لو شككت الماء اللي قدامي دي طاهرة ولا نجس، اتوضأ ولا شيء عليك. ان الثوب ده فيه نجاسة ولا ما فيش، حتى قال ما فيش نجاسة باينة، الاصل الطهاره ولا شيء عليك. شككت ان في بدني رجلي دي فيها نجاس، بصيت ما فيش حاجه، لا شيء عليك، لا شيء عليك، لان الاصل المتيقن هو الطهاره، ولا يجوز لك ان تخرج عن هذا الاصل الا بيقين مثل ذلك اليقين. طيب دي بعض المسائل ذكرتها، ثم نكمل كلام الايه المصنف. ماشي، يقول التام، يقول التيمم. طيب التيمم يا جماعه ايه هو؟ ها، التيمم في اللغه القصد، التيمم في اللغه القصد. طب وشرعا؟ مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، انتبه معي، بصعيد، صعيد الوجه الارض، سواء كان ترابه، كان رمله، كان، انتبه، صعيد وجه الارض، سواء كان تراب، سواء كان رمله، انتبه، اي ايه حسب تربه حجريه، يبقى بضرب على هذا الصعيد وبمسح على وجه المخصوص اللي هو الصفه الوارده اللي هنتكلم فيها الايه في كيفيه التيمم. يبقى مسح الوجه واليدين بصعيد ها على وجه مخصوص،
التيمم يا جماعة من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، لم يجعلوا الله طهورا لغيرها، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نص القرآن. فتيمموا صعيدا طيبة. طب واللي أفاد التخصيص؟ هتقول لي ممكن الأمم الأخرى كان عندها الآية لا تفيد التخصيص. نعم، أفاد التخصيص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجد أصلي في أي مكان، وطهور أتطهر بالأرض إذا عدمت الإيه؟ الماء. طيب، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ما عندوش أي إشكالية، عنده مسجده وطهوره. ماشي، مسجده وطهوره. طيب، إحنا عندنا الإيه؟ التيمم يعني شرعة عظيمة من تيسير الله لهذه الأمة، على هذه الأمة، لأن النبي بعث بالحنيفية السمحة، إن الصعيد الطيب طهور زي ما النبي قال، الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. وهذه من نعم الله عز وجل على أمة الإسلام. انتبه معي، من نعم الله على هذه الأمة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، لأن هم اللي لم يشرع لهم الإيه؟ ها، الصلاة بالتيمم، لم يشرع لهم هذا. يبقى لما تمتنع عن إنك تتيمم حينما تعد الماء أو يتعذر عليك استعماله زي ما يأتي، أنت كده إيه؟ ها، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا عباد الله، هذه توسعة من الله عز وجل على أمة الإسلام، ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. طيب، تعالوا بقى، يقول: فإن عدم الماء أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة إلى الماء عدل إلى التيمم. تعال بقى نشرح الكلام ده. عدم الماء يعني إنسان عدم، لم يجد الماء، خلاص، ماذا يصنع؟ وحضرت الصلاة ولم يجد الماء، أو تضرر يعني كان سيتضرر بالاستعمال لمرض لعذر، يبقى عندي هنا أهو، انتبه معي، ها، أمران يبيحان التيمم: عدم الماء، انتبه، عدم الماء، ووجود عذر يمنع من استعماله كمرض ونح، موجود الايه؟ الايه؟ الماء، لكنه لو استعمله لتضرر لمرض عنده، او مرض سيتأخر برؤه لو استعمله، مرض عنده، مرض جلدي او مرض غير جلدي، فلو استعمل الماء هيتضرر به. انتبه، ماذا يفعل هذا؟ يعدل الى التيمم، فان لم تجدوا ماء فتيمموا، يعدل الى الايه؟ الى الماء. طيب، وتخوف التضرر لورود الادله، بس عمرو بن العاص انتبه لما تيمم ولم يغتسل وصلى، ما حملك على هذا؟ خشية الهلكة. ربنا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لو استعملته سهل، وجود برد شديد يمنع، أو إلى آخره. واضح؟ يبقى عندي التيمم يشرع عند عدم الماء بنص القرآن، ماشي، أو وجود الإيه؟ المرض أو العذر الذي يمنع من كالبرد الشديد وعليه غسل، ماذا يفعل؟ ولا يجد مكانا يسخن به ماء، ولا وسهل، كرجل مثلا جندي في الخدمة العسكرية، أو واحد في جبل وأصابه ذلك، أو في مكان ما لا يجد مكان يغتسل فيه، أو إلى آخره، ماذا يفعل؟ ها، ماذا يفعل؟ وبعضهم يقول برضه: لو ضاق الوقت، ضاق الوقت، عليه غسل وضاق الوقت، واحد عليه غسل وضاق، ماذا يفعل؟ قالوا: ها، يتيمم ويصلي اذا كان الوقت سيخرج لو اغتسل، وهذا قول غلط، لان الوقت اكد شروط الصلاه،
آكد شروطي الصلاة. طيب كلام جميل كده ماشي يا جماعة. تعالوا نشوف بقية الكلام بقى في إيه الأحكام. يقول فينوي الطهارة، يعني ينوي الطهارة إيه؟ بالتيمم. ما إحنا قلنا ده عدم الماء أو سيتضرر باستعماله، يبقى ينوي الطهارة بإيه هنا؟ بالإيه؟ بالتيمم. ماشي. ليه بقى؟ لأن لا يصح عمل إلا بنية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالإيه؟ ها؟ بالنيات. ماشي؟ بالنيات. طيب يبقى لازم النية. يبقى لازم الإيه؟ النية. طيب ثم يقول أنا عندي النية هنا شرط فين؟ في التيمم. وده المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، إن النية شرط. فأنوي الإيه؟ انتبه معي. طيب النية شرط في الطهارة كلها، في الأعمال كلها، شرط في الأعمال كلها. طيب يقول ويقول بسم الله، هنا بيصف التيمم، اهو يصف التيمم. التسمية مأخوذة منين؟ بالقياس على الوضوء، قياس على الوضوء، ان هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث حسن، انتبه معي، حديث حسن. طيب العلماء كثيرون ضعفوه، لكن الايه الاتجاه الى تحسينه، بل الشيخ ابو اسحاق قال له جزء بعنوان اسمه كشف المخبوء بتصحيح حديث البسملة على الوضوء، وطبعا قبله الشيخ الألباني حسنه، وحسنه بعض القدماء. طيب فهذا في الوضوء، لما يجي في الوضوء كلامنا في الوضوء. طيب هم قصوا التيمم على الوضوء، وبعض أهل العلم يقول إن إيه ماشي، التسمية ليست، طبعا معروف الراجح إنها ليست واجبة في الوضوء، وبرضه هتبقى في التيمم ليست بواجبة، إنما هي مستحبة، مستحبة. طيب قال ويضرب الأرض، ويضرب الايه؟ الارض. ظاهر طبعا كلام المؤلف لو نظرنا فيه ان التيمم لا يكون الا على الارض، وده ليه؟ تفسير للصعيد الطيب، الصعيد الطيب سطح الايه؟ الارض. وسطح الارض انه يدخل فيه ليه؟ لانه قال يضرب الارض، عباره دقيقه جدا من العلامه السعدي، تشير الى ترجيحه، وانه يرجح ان التيمم يصح بالضرب على صعيد الأرض، سواء كان هذا الصعيد تربة حجرية أو ترابية أو صخرية أو رملية. ماشي. ليه بقى؟ لأن الفقهاء اختلفوا في المسألة دي، ها، هل يصح التيمم على بغير التراب أم لا؟ اختلفوا على 3 أقوال في هذه المسألة. القول الأول قالوا إن التيمم لا يكون إلا بالتراب، وده مذهب الشافعي وايه؟ واحمد رحمه الله. طب استدلوا على ذلك بايه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها. طب اهو قالوا والله معروف التربه يبقى التراب. طب هنشوف الكلام ده، ده دليله. القول الثاني قال والله التيمم يكون على كل ما كان من جنس الارض، فيشمل الصخر والرمل. انا في مكان الارض تربه رمليه، انا في جبل، والجبل ده وجه الارض فيه الصعيد بتاعه كله رمله، رمله، تربه رمليه او تربه حجريه او صخريه. يعرف هذا كثير من الناس اللي بيذهبوا الى الجبال والصحارى، ان التربه ممكن تبقى كلها تربه رمليه، تربه صخريه، ها اعمل ابقى ما فيش ميه، او عندي مرض يحول دون استعمال، عذر يمنع من استعمال الماء، ها وصلي فقط لا. قال لك هنا احنا امرنا بقلب الصعيد، النبي قال الصعيد الطيب طهور المؤمن، والصعيد ده وجه الارض، يبقى يضرب على الارض زي ما الامام الشيخ العلامه السعدي بيقول في المات، يضربه على الارض ثم يتيم. وده مذهب الامام مالك. ماشي. مذهب الامام ايه؟ مالك. وقالوا ان ايه؟ النبي في اسفاره كان بيمر بالرمال او الصخر، ولم يعهد عنه انه كان ينقل التراب من اجل ان يتمم به، بل كان يكتفي بالضرب على الارض ايا كان وجه هذه الارض، وهذا واضح. وبرضه الصعيد اي وجه الارض، لان الصعيد يعني ما صعد على الارض، واضح ايا كان بقى، خدت بالك؟
وده القول الثالث اللي يصح التيمم على كل ما صعد على الارض سواء كان من جنسه او من غير جنسه. انتبه معي ماشي، يعني سواء هذا قول مشهور في مذهب الامام ابي حنيفه، مذهب الامام ايه، والقول الراجح في هذا فعلا انه يصح التيمم بصعيد الارض، كل وجه الارض او ما صعد، واخد بالك، وده وجه الارض ايا كان، يضرب على ايه، على وجه الارض ويتيمم، وجه الارض وايه ويتيمم، ماشي مش القول الثالث ولا صعد، لان صعد الصعيد يعني سواء لو ايه، لو كان جدار على الارض كذا يضرب عليه، لا لا، القول اللي بنرجحه هو مذهب الامام مالك، وان ايه اللي قال بالتراب او الثاني في نظر ان القول الراجح صعيد هنا اي وجه الارض، وجه الايه الارض، وهذا هو قوله ايا كان وجه هذه الارض. طيب قوله مرة واحدة، مرة واحدة أي إيه؟ أي أن المتيمم اللي هو ضارب على الأرض بيكتفي بضربة واحدة، ورد في بعض الأحاديث الضرب مرتين ولكنها ليست بصحيحة، أحاديث الضربتين كلها ضعيفة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، ضرب على الأرض مرة واحدة. انتبه معي، كما في الحديث إنما يكفيك هكذا، يكفيك إيه؟ هكذا، أي وضرب على الأرض، يعني الاقتصار بضربة واحدة، ماشي؟ فالقول الراجح إن هو التيمم ضربة واحدة ثم يمسح بها جميع وجهه، أي المتيمم يضرب الأرض ضربة على الأرض ضربة واحدة ويمسح جميع إيه؟ وجهه. والوجه زي ما احنا عارفين، زي ما ياتي بعد كده تعريفه، اللي بتحصل به المواجهه، ماشي، يبقى بيمسح الوجه ايه، ماسح وجهه بيديه، ماسح يمسح وجهه كله، يبقى يبدا، يبقى الضرب ثم مسح الوجه، يبقى مسح الوجه قبل الكفين، قال وكفيه، وكفي الكفين اللي هم لحد فين، لحد الرأس او الراس، كفي مش بيبقى، يبقى العلماء او اللي ذكروا ان التيمم يمسح الذراعين زي مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم وغيرهم إلى المرفقين، يعني كلام فيه نظر، إنما الأصل في اليد الكفين، واضح، إلى بدليل في الوضوء قال أيديكم إلى المرافق، ماشي، ولذلك قالوا طب ما احنا بقى في الوضوء قالوا إلى المرافق، لا بس وردت الصفة، صفة التيمم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انه مسح وجهه وكفيه، وقال واخد بالك يكفيك هكذا وتمسح وجهك على وجهك وايه والكفين، فبين الصفه وارده، يبقى وما ورد في زياده عن ذلك لا دليل عليه، لا دليل عليه، يمسح وجهه وكفيه، وده تفسير يمسه بشرته، واضح، يمسه بشرته، يبقى انا عندي بيمسح الوجه والايه والكفين، يمسح الوجه والايه والكفين. يقول وينوب التيمم مناب طهارة الماء في كل شيء. ركزوا معايا، دي بقى مسألة اختلف فيها الايه، ها العلماء، هل التيمم مبيح للصلاة ام طهارة مطهر؟ انتبه معي، هل هو طهارة شرعية ام مبيح؟ وهينبني على دي مسائل. انتبه، القول الراجح أن التيمم طهارة شرعية مؤقتة، يعني طهارة لحد ما يأتي الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليتقي ولمسه بشرته اللي هو الماء. يبقى التيمم هنا طهارة مؤقتة، طهارة بالنص. طب ايه الفرق؟ هل في لو قلنا مبيح فقط يبقى لا تتيمم الا بعد دخول الوقت، واذا خرج الوقت بطل التيمم، ولو قلنا انه طهارة ها جاز لك ان تتيمم قبل دخول الوقت وتتيمم تصلي بالتيمم النفل والفرض، ولو تيممت لنفل، ولو تيممت لنفل،
اما لو قلنا انه مبيح فقط هيبقى زي ما قلت لكم ان هو التيمم ها ليه بعد دخول الوقت، واذا خرج الوقت بطل، والى اخر ايه بعض الليل. طيب واذا يبقى احنا عرفنا يا جماعه ان التيمم القول الراجح فيه انه ايه طب هل التيمم ينوب مناب تغسيل الميت؟ يعني لو قدر ان في ميت عجز عن تغسيله لعدم ماء او لكون في جروح او حروق شديده عافانا الله واياكم، ايه الامر؟ نعمل ايه؟ ها ويتضرر باستعمال الماء، الجروح دي هتزداد والدم هينزل كتير، مات بسبب او حروق ماشي، ولو غسلها هتتفرق الاجزاء ويحدث امور كثيره، نعمل ايه؟ الراجح انه فعلا يتيمم هذا الميت ويقتصر بذلك عن تغسيله، ويقتصر بذلك عن تغسيله. طيب بذلك يعني او نقف عند هذا الحد، نخش في موضوع جديد ماشي يا جماعه، فنكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.